السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ طيب، فيديو النهارده احنا هنشرح ان شاء الله الكونتنت بتاعنا او الرود ماب بتاعتنا في الكورس. ان شاء الله هيبقى فيديو صغير، بس هنشرح احنا هنشرح ايه والمحتوى شكله عامل ازاي. ملحوظه، التيب اوف كونتنت ده قد يتم تعديل بعض الاجزاء فيه، يضاف حاجه او تشال حاجه، بس ده الشكل العام يعني. طيب، في الانترودكشن احنا زي ما شفتوا احنا اتكلمنا على الاوبجكتيف، اتكلمنا على ازاي تجيت ماكس فروم ذيس كورس، اتكلمنا على الديبندنسي، واتكلمنا على اللابس والتكست بوك. شابتر 2 في داتا مانجمنت هنبدا هنتكلم على ايه هي الداتا مانجمنت، هنتكلم على الداتا ابستراكشن، ودي مهمه جدا. هنتكلم على الداتا وير هاوس، وهنشرح الموتيفيشن ايه هي الداتا وير هاوس، وهنشرح الديفرنس بين الداتا وير هاوس والاوبريشنال دي بي، وهنتكلم على التايبس اوف داتا وير هاوس، وهنتكلم على اليوز كيسز بتاع الداتا وير هاوس والداتا بيزز، وامتى تختار ده امتى تختار ده. كان نتكلم على الكاركترستكس بتاع الداتا وير هاوس، ايه هي الكاركترستك، والناس بتبني الداتا بتفكر ازاي، والخصائص بتاعتها. كان نتكلم في حته كده صغيره على الفرق بين الهوت والكولد ستورج، عشان دي ليها علاقه بالنكست ستيبس بتاعتنا. بعد كده في الداتا وير هاوس هنتكلم على الداتا وير هاوس اركتكشر. في الاركتكشر هنتكلم على السورس سيستم، انتجريشن بروسيس، هنتكلم على الاكستراكشن لاير، هنتكلم على ستيجنج لاير، هنتكلم على الداتا موديلنج، هنتكلم على الاي تي ال بروسيس، هنتكلم على الستورج لاير، اللوجيكال لاير، ريبورتنج لاير، هنتكلم على الميتا داتا، وبعد كده في الاخر هنتكلم على الاوبريشنال لاير. كان نتكلم على الفايف فورمات، هنتكلم على الانكودنج والفورمات بتاعت الانكودنج، هنتكلم على الكومبريشن تكنيكس، هنتكلم على الاركايفنج، وبعد كده في الاخر خالص هنشرح دلوقتي النكست ترند او الناس حاليا بتروح داتا هاوس اون كلاود. هنشرح الناس بتروح كلاود بتعمل ايه، وليه تروح كلاود، وايه مميزات وعيوب ده. مش هنشرح الكلاود نفسه، هنشرح داتا هاوس اون كلاود الدنيا عامله ازاي. بقى كفايه هنحط الاساينمنت والتكست بوكس. في الشابتر الثالث الانترودكشن تو ديستريبيوتد سيستم، هيبقى عندنا اول حاجه نشرح ديستريبيوتد سيستم كونسبت، الاركتكشر، اللي التشالنجز بتاعتنا. هنشرح ديزاين سيمبل اركتكشر يوزنج ديستريبيوتد سيستم، وبعد كده في الاخر هنحط اسايمنت والريدنج. بعد كده في هدوب ماب ريديوس هنشرح هدوب اركتكشر، الستورج، اليارن، هنشرح الاي او والبروسيسنج. كده في ماب ريديوس هنشرح الكومبوننت بتاعت ماب ريديوس، هنشرح وورد كاونت اكزامبل، هنشرح ايه هو بيج وايه هو هايف، هنشرح الزو كيبر ولازمته في البلاتفورم. كده نخش على فانكشن بروجرامينج، هنشرح ليه محتاجين الفانكشن بروجرامنج، وليه هي مستخدمه في الديستريبيوتد سيستم. هنشرح انتدكشن تو سكالا، بعد كده هنخش على سبارك. في سبارك هيبقى تقريبا اطول الشابترز اللي احنا هنتكلم عليه، يمكن يكاد يكون لوحده هو ربع الكورس تقريبا يعني، بس عشان اهميته يعني. هنشرح الفلوسفي بتاعت سبارك، هنتكلم على السبارك بيزكس، هنتكلم على البروجرامنج يوزنج الار دي ديز، هنتكلم على الكي فاليو، بعد كده هنتكلم على الداتا فريم والداتا سيت، كان سبارك اس كيو ال، الداتا فريم داتا سيت فيرس ار دي ديز، هنتكلم على سبارك اون برودكشن، ونشرح فيه تفاصيل، نشرح ليه انت محتاج تروح سبارك اون برودكشن، وهتروح المشاكل اللي بتواجهك. بنتكلم على الباتش سبارك في باتش بروسيسنج، لو بتستخدم سبارك في باتش بروسيسنج. هنتكلم على لو انت عندك كاستم انبوت او كاستم اوتبوت للسبارك، يعني مثلا بتنتجريت سبارك مع داتابيز مثلا جديده، او طريقه معينه مش موجوده اوريدي في سبارك اوتوماتيك. هنتكلم على سبارك في الستريمينج، بعد كده هنتكلم على الناس اللي بتحب ار او بايثون، الناس انها مين اللي يشتغل سبارك يوزنج سكالا، بس الناس عايزه بايثون او ار، هنشرح بيهم. بعد كده نتكلم سبارك في داتا ساينتست، لو حد ساينتست وبيستخدم سبارك هيعمل ايه او هيستخدمه ازاي. كان نشرح اكزامبل على سبارك للجراف داتا فريم او جراف اكس، كانت تيونينج سبارك يو سبارك شوب ان برودكشن، ودي هنقعد نشرح فيها ازاي توبتمايز سبارك، ازاي تشتغل على سبارك ان برودكشن. مهمه جدا يعني، ودي نقطه انا شايف ان هي فعلا ميسنج معظم المحتوى، احنا ازاي لما نطلع حاجه نتيون ونقدر نوصل للبيست اوبتمايزيشن. هنتكلم على في شابتر 7 هنتكلم على الريال وورلد ابلكيشن، هنتكلم ازاي تطلع بيج داتا ديفلوبمنت لايف سايكل، هنتكلم على التمبلتس، وهنشرح ايه مفهوم التمبلت للاي تي ال والكيو اي والستريمنج والماشين ليرنينج. بعد كده ماسنج سيستم، هنتكلم على موتيفيشن، هنتكلم على اركتكشر، هنتكلم على جي ام اس كيو، هنتكلم از اكزامبل، بعد كده هنتكلم على كافكا، وهنشرح كافكا اركتكشر توبكس كل تفاصيل كافكا. كان نخش على داتا اوركستريشن، وهنا في داتا اوركستريشن هنلاقي نشرح الناس حاليا في جزئين، في ناس بنستخدم انتربرايز تول، ناس بنستخدم اوبن سورس تول. فهنشرح اكزامبل ده، هنشرح اوزي، وهنشرح انتربرايز تول، وهنشرح حاجات على كلاود زي اير فلو، كل ده هيخش علينا في الشابتر ده. النو سيكوال هنشرح انتدكشن تو نو سيكوال داتابيز،
وهنشرح الكاب ثيوري هنا او في الديسيب سيستم، يعني غالبا هيبقى فيه جزء في الديسيب سيستم وجزء هنا. هنشرح كاساندرا وهنشرح تفاصيل في كاساندرا، مكان الاستيك كده، هنشرح الداتا اركتكشر ديزاين وهندي اكزامبلز عليها كده. نيجي انا شايف دي اهم جزء في الكورس بتاعنا، محتاج يتشرح يعني الفيديو ده معمول عشانه. الابندكس، الابندكس هي جزء لا يتجزأ من الكورس. بس امتى انت محتاج الابندكس وامتى مش محتاج؟ في تلات حالات. الحاله الاولى مثلا انا شيل بروجرامنج، انت عارف شيل يبقى انت مش محتاج تروح الابندكس. طب انت مش عارف شيل بروجرامنج محتاج تروح الابندكس، فدي الحاله الاولى. لو انت عارف ما تروحلوش، لو انت مش عارف هتروح له. طب انت عارف بس احيانا محتاجين نروح لسم مور ديتيلز، يعني في سكالا مش هنقدر نشرح كل تفاصيل سكالا في الفيديوز، في الابندكس ممكن نعمل شويه كده زي ايه توكس اباوت سكالا، ممكن شويه مثلا نتكلم عن الداتا هاوس كونسبت والموديلنج. فمثلا في المودلنج مثلا في الداتا هاوس مثلا شرحنا الستار سكيما كده. جينا هنا حد سال ايه هي السنوفليكس سكيما وامتى نعمل ده، وعايزين نخش في شويه تفاصيل في الداتا موديلنج ديزاين، هينزل في الابندكس. فالابندكس هي يا اما بتسبورت الكورس، يا اما بتديك المينيمم نوليدج، او هي بتكستند النوليدج. هنا نكون خلصنا الفيديو ده، شرحنا الكورس كونتنت بتاعنا عامل ازاي، ايه هي الابندكس الشابترز، وقبل كده شرحنا الديبندنسي. فانت كده اعتقد الكورس واضح كده. ان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي نبدا نتكلم على الداتا وير هاوس، وان شاء الله هيبقى شابتر اعتقد هيبقى جميل جدا وهيبقى انترست، ونحاول ناخد يوز كيسز وهيبقى ان شاء الله جميل جدا. شكرا لاستماعكم واشوفكم الاسبوع الجاي. شكرا.